هو أن الله جل جلاله ربك، ومحمدًا صلى الله عليه وآله نبيك، والإسلام دينك، والكعبة قبلتك، والقرآن كتابك، والجنة إن شاء الله مع محمد وآله مسكنك، وعلي بن أبي طالب عليه السلام وصي رسول الله بلا فاصل إمامك ووليك، وفاطمة الزهراء عليها السلام سيدتك ومولاتك، والحسن بن علي عليه السلام إمامك ووليك، والحسين بن علي عليه السلام إمامك ووليك، وعلي بن الحسين عليه السلام إمامك ووليك، ومحمد الباقر عليه السلام إمامك ووليك، وجعفر الصادق عليه السلام إمامك ووليك، وموسى الكاظم عليه السلام إمامك ووليك، وعلي بن موسى الرضا عليه السلام إمامك ووليك، ومحمد الجواد عليه السلام إمامك ووليك، وعلي الهادي عليه السلام إمامك ووليك، والحسن العسكري عليه السلام إمامك ووليك، والخلف الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، صاحب العصر والزمان عليه، صاحب العصر والزمان عليه السلام إمامك ووليك. هؤلاء أئمتك سكر الله بهم روعتك وآنس بهم وحشتك. ثم اعلم يا أمة الله أنه بعد انصرافنا عن مقامنا هذا يأتيانك ملكان كريمان فيسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما قبلتك؟ وما كتابك؟ ومن أئمتك؟